السلام عليكم، أنا محمد غنايم. قبل أن أبدأ أريد أن أجدد شكري لكم على كل الرقي الذي ألمسه منكم في كل شيء، سواء في التعليقات أو حتى بتصادفي بكم على أرض الواقع. أنا أحبكم في الله، فأسأل الله أن يقول لنا في نهاية كل مجلس: قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله بعزيز. طيب، المقطع اليوم للترفيه، وهو بناء على طلبكم. طلبتم أن نكرر فكرة فيديو 2016، يعني نتعلم من الأخطاء السابقة. الموقف الأول: دعاني أحد أصدقائي إلى الذهاب معه لمقابلة مجموعة من الشباب في حديقة قريبة هنا. طبعا أنا لا أعرف سوى الشخص الذاهب معه، يعني لا أعرف هؤلاء، ولكن قلت لنتعرف على وجوه جديدة من الجالية العربية ونغير جو نوعا ما. المهم، وصلنا إلى هناك، فقام صديقي بتعريفي على الحاضرين وتعريف الحاضرين بي، وكل شيء كان جيدا. المهم، في الجلسة كان هناك شاب ذو لحية طويلة عليه سمات السماحة، وكان الجميع ينادونه بالشيخ: يا شيخ سمعت شو صار، يا شيخ والله، ويا شيخ انت، ومن هذه المحادثات الطيبة. ثم رويدا رويدا بدأت المحادثة تشتد بين الشباب على موضوع لكرة القدم. ريال مدريد أفضل، يا رجل لا تفه في كرة القدم، برشلونة أفضل، ومن هذه المحادثات. فاشتد الحوار بين الشيخ وأحد الشباب، فبدأ الشيخ بالتلفظ بألفاظ نائية لا تناسب أن يكون شيخا. فبدأ الشيخ يقول: فرفع ضغطي، يعني كيف شيخ وتتلفظ بهذه الألفاظ؟ بالفعل شيخ نسكم. فقلت يجب أن أكون صاحب موقف، فأخذت نفسا عميقا ووقفت أمام الجميع ورسمت ابتسامة زائفة على وجهي وقلت: يا شيخ بعد إذنك الموضوع لا يستحق، كيف تتلفظ بهذه الألفاظ؟ يعني أنت ماذا تركت لغيرك؟ ما لا ينادونك سوى بالشيخ يا رجل. فغمزني الذي بجانبي وقال: اسم عائلته الشيخ. ونحن نناديه باسم عائلته. اعمل حالك ميت، إحراج يعني. الموقف الثاني صراحة موقف غير مضحك ولكنه مؤثر فأثر بي، فأحببت أن أشاركه معكم. يوجد عمل بين فريقي في القناة وبين إحدى الأخوات، عمل من أجل القناة، يعني عمل أونلاين، يعني هي تسكن في بلد آخر، فالأخت تعمل بأجرها، فالتكلفة التي طلبتها الأخت مرتفعة مقارنة بالعمل المطلوب. فقال لها مدير القناة: نعتذر منكم. فقالت الأخت: يمكنني تخفيض هذه التكلفة إلى الثلث، ولكن لدي شرط واحد، إن قبلتموه وافقت. فقال لها المدير مستغربا: تفضلي. قالت: أريد بالمبلغ الذي سأخصمه عليكم أن يتبرع به محمد غنايم في علاج أحد المرضى عندما يصبح جراحا. أليس هو من قال بنعم حينما سئل: هل ستعالج من لا يملك المال بالمجان إن أصبحت جراحا؟ فعندما أخبرني مدير القناة بهذا الموقف صراحة تأثرت وابتسمت، يعني انظر لصفاء سريرة تلك السيدة ورقي أخلاقها، تأثرت من الثقة التي ائتمنتني عليها. مع أن المبلغ لا يستحق أن أحمله أمانة، ولكن نعم أختي سأتبرع به، وسأتبرع بعشر أضعاف هذا المبلغ لك إن شاء الله إن وفقني الله وأصبحت جراحا. أيضا أنتم أحبتي في الله ذكروني بهذه النقطة إن أدام الله على صداقتنا، ودمتم في أمان الله. فبدأ الشيخ يقول: يا زلم والله أصدقاء محمد غنايم أفضل إشي على اليوتيوب،